هسألك سؤال واضح وصريح. ايوه قول. مع عودة كارلوس كيروش ولا مدير فني آخر؟ لا مدير فني آخر. مدير فني تاني. مدير فني تاني يختار. مش فطير فني يعشمنا. بطولة عربية ماليش دعوة بيها. وما تكلمنيش على كأس العرب، كلمني في بطولة أمم. يا إما تكلمني لما أصعد كأس عالم. هي طب المنظومة كلها بيقول لك أنا عايز أروح كل دول. أنا رحت كأس العرب عملت كذا. بطولة الأمم طمعتني بالأداء. كأس العالم حقي إن أكون موجود. انت من كل ده ما خدتش وصلت المباراه الصغيره تقدر توصل بيها لبر الامان. صح. يعني دقيقه واحده او دقيقتين ينهوا امال 105 مليون. ما هو وصل بيها لبر الامان. بر الامان عندنا لا، وصل بيها لحد اخر نقطه في ضربات الترجيح. هيعمل ايه اكتر من كده؟ ده كده يبقى انت بتوصل ان انا عملت اللي عليا، وضربات الجزاء لعبه الحظ هي اللي هتقول كلمتها. يبقى الكابتن حسن شحاته ما عملش حاجه. انت بتلعب السنغال برضو. مع احترامي انا مش بقلل من قدرات لعيبتنا ولا بكبر من قدرات فريق السنغال. بص كابتن كريم عايز يقول حاجه وسخنان قوي. هو ضحك طلع من بقه. اتفضل يا كابتن. يعني هنتفق ان انت ممكن تكون صح وعامل اللي عايزه زياده. انا هنتناول الموضوع من منظور تاني. انا وكريم رمزي النهارده قاعدين وخلصت البرنامج، رحت طالع في السوشيال ميديا. انا اسف يعني كريم رمزي مش عارف يدير اللقاء. ما بيفهمش. ما مش عارف يدير اللقاء. هتجيبني تالت اعدي معاك؟ هيبقى في ثقه ما بيننا؟ هو مش كروش ده اللي طلع من فتره وقال ان اللعيبه عايزه تتاسس من اول وجديد؟ رد بقى تاني ليه؟ بس هو ما قالش كده. دي اشاعه؟ اشاعه. لا والله. والله. طب لو ما قالش كويس ما يجيش عشان يعني عشان واحد كتب بوست على الفيسبوك. قال انه بيقول اللعيبه دي تتاسس تاني وانا كنت بعلمهم الكوره وبعمل مش عارف ايه وبتاع. كتب واحد وانا سين صاد كتب بوست وناس قعدت تشيرها ان هي اخبار والراجل ما فتحش بقه من ساعه ما اتكلم. ممكن اسالك سؤال كلمه كريم وهو مدير الكوره؟ مش انا اطلع انفي الكلام ده واقول كلمه من نقطه واحده مش إيه؟ هو وهو ماسك ليه كانت الكلام اللي هي فرق تسود امكانيات المدرب وحشه ده هم جايبين زي ايام ما كان كوبر موجود واللي ده ومحمد فايز ده بيقول وده بيقول. لازم يبقى فيه للفرقه دي او للمنتخب ده متحدث يتكلم عن الواقع اللي جوه. بص انت عملت وشك ازاي؟ هو في متحدث اتحاد الكوره؟ لا ما تدخلنيش في. بص انا مش بتكلم انا عشان اتحاد الكوره في حته. متحدث منتخب ايه؟ طب نعمل متحدث اتحاد الكوره الاول. هقول لك على حاجه. اما يعني صعبه؟ ما ده لسه انا لسه بقول اهو. ما هو المصيبه انها بقت صعبه. يعني انا مش بقول انها صعبه، المفروض على فكره بتفق معاك. انا بعمل اسقاط. ما انا فاهم انت عايزها تبقى للاصل للكيان قبل ما تبقى للفرع المنتخب. الاول اتحاد الكوره وبعد كده اقول لي فين المتحدث الرسمي بتاع المنتخب. يبقى احنا ده المتحدث الرسمي بتاع على فكره في عندنا احنا عندنا متحدث رسمي اتحاد الكوره بس ما بيتكلمش. متخيل احنا بنعين متحدث رسمي بس بنمنعه يتكلم؟ هو نفسه ما بيرضاش يتكلم. ما اعرفش بس متحدث ممكن يكون في تضارب القرارات جوه فمش عارف هيطلع يؤدي ولا يؤدي. انت ممكن تطلع تقول لي وبعد كده تنفي انت الكلام.